أعزائنا المشاهدين، سلام واحترام، نعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح الذي أحبنا وأعطانا عزاء وفداء أبديا، الذي خلقنا على صورته كشبهه، وعندما أخطأنا فدانا، وعندما تقدمت الحضارة البشرية لتصنع خيرا أحيانا وشرا أحيانا، جاء وافتدانا وعمل نجارا ليضيف إلى الحضارة الإنسانية بصناعة النجارة، وأيضا لكي يعلمنا طريق الحياة الأبدية. عاش وسطنا، تكلم لغتنا، جاء إلى مصرنا، غالبا تحدث اللغة القبطية وقتها. نشكر الله. مرحبا بكم في برنامج الحضارة القبطية الذي تقدمه لوجوس تي في في الثلاثاء الأول من كل شهر. أنا سعد ميخائيل سعد. موضوع حلقة اليوم: الكونغرس الدولي 11 للدراسات القبطية الذي عقد بجامعة كليرمونت في كاليفورنيا من 25 إلى 30 يوليو 2016، كان أسبوعا مجيدا حافلا، اشترك فيه علماء وطلبة للدراسات العليا ومحبي الدراسات القبطية من أنحاء العالم، مجموع 270 شخص حاضرين. وقدم في هذا الأسبوع 169 ورقة بحثية، بالإضافة إلى 6 محاضرات في منتهى الروعة والجمال والمعلومات والمعنى الإنساني والحضاري والروحي والكتابي والمدرسي والبحثي. اشترك في هذا المؤتمر علماء، أساتذة في الجامعات، في المعاهد البحثية، مؤلفي كتب وورقات بحثية في مجلات عالمية، رهبان وراهبات أقباط، آباء أساقفة أقباط، كهنة أقباط من أنحاء العالم. 270 شخص اللي حضروا المؤتمر من 6 قارات، 24 دولة، جنسيات لا تعد. نشكر الله، كان أسبوعا مجيدا. ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور إلهامي خليل، الأستاذ سابقا بجامعات كندا في علم طب الأطفال، ثم مارس مهنة طب الأطفال في كاليفورنيا، وكان دايركتور اوف كلينيك. اهلا وسهلا يا دكتور إلهامي. اهلا بك يا دكتور سعد، شرف لي وبركة قبولك الدعوة للظهور معنا في هذا البرنامج، وإثراءنا بخبرتك كشخص هاجر إلى أمريكا سنة 1959، أول موجة للسفر من مصر لطلب التفوق والنمو المهني في مهنة الطب. وطبعا دي كانت إلى حد كبير مقفولة على
المسيحيين في مصر، فطبعا عدد كبير كان بيسافر للهاجر، يسافر للخارج لاكتساب المزيد من التدريب الطبي، وانتهى الأمر بمعظمهم هاجروا. ثم تلت ذلك موجات متتالية إلى يومنا هذا. أهلا دكتور الهامي. أهلا بيك، أشكرك على دعوتك لي، وأشكر الله أولا وأخيرا لأسباب كثيرة، منها أنه أتى بي إلى هذه الساعة، ومنها أنه وضعني في المكان المناسب في الوقت المناسب طول حياتي. فعشان كده هتكلم على المؤتمر وما حدث فيه بنظرة تاريخية وربما شخصية كشاهد عيان. وفي الأول هبتدي بالناحية التاريخية اللي عاصرتها لمدة 75 عام من حياتي. الأول في طفولتي ما كنتش أعرف طبعا حاجة عن الدراسات ولا المؤتمرات، كان أي حاجة بتحصل في الكنيسة يقولوا نهضة وعظ، وكان كل الكلام على علاقة الشخص بالكنيسة وبالله. وبعد كده سنة 50 في شباب المبكر وأغسطس سنة 50 عملوا أول مؤتمر لخدام وشباب وفتيان مدارس أحد بني سويف، وكان من المتكلمين الأساتذة نظير جيد، سليمان نسيم، وهيب عطلة وغيرهم. وطبعا دي كانت أول مرة أسمع ناس جايين، كانوا يقولوا جايين من مصر عشان يعرفونا ويعلمونا معنى الخدمة. وبعدين جيت أمريكا سنة 1959، ومن ضمن الحاجات الطريفة اللي حصلت لي رحت اجتماع شباب في إحدى الكنائس في نيويورك الغير قبطية. طبعا ما كانش فيه كنائس قبطية خالص، كلنا الأقباط يمكن ما يزيدوش عن 10. فبعد الاجتماع جاه الشخص المسؤول وسلم علي بصفة دي غريب يعني، وقال لي Are you Christian؟ قلت له Yes I'm Christian. قال لي What church do you belong to؟ قلت له The Coptic Church. قال Oh One of the dead churches of North Africa. قلت له No we're not dead, you just don't know much about us. فدي كانت أول موقف ليا إن أعرف إن الناس ما يعرفوش حاجة عن الكنيسة في مصر. وبعدين كمان زرت متحف Metropolitan Museum of Art في نيويورك، وخدنا تور، والشخص اللي كان بيشرح جاء على قسم الأيقونات القبطية وقال these are drawings أو رسومات كنسية بدائية، لأن دي كانوا لسه زمان ما بيعرفوش يعملوا الوش بالطريقة يعني أناتومي كوركت بتاعت مايكل أنجلو، أيوة الحاجات اللي هي في روما إلى آخره. فده يعني اتغاظت أنا إن احنا معرفتش أرد عليه إن احنا لسه بدائيين في مصر. ده الكلام ده كان سنة تقريبا 60. وبعدين أذكر إن عام 1963 بعد تكوين الجمعية القبطية في نيويورك، ابتدينا 62 بس غير منتظمين، 63 انتظمت، وكنا بندعو الناس اللي هم بيقولنا زائرين يعني. فمن ضمنهم كان دكتور عزيز سوريال عطية، جاء من يوتا، كان عنده مؤتمر أو حاجة في نيويورك ودعناها الاجتماع. فمن ضمن الحاجات اللي قالها أنا عارف إن أنتوا بتتكلموا عن الكنيسة للناس حواليكم بالفم والقدوة الحسنة، لكن الحاجات دي تنفع إلى حين، لأن بقى أنتم مشيتوا وهم مشوا الموضوع هينتهي. فأنا أقترح عليكم التعريف للغرب بالكتابة والنشر والتأليف ليعرف الجميع كنوزنا. فاحنا ساعتنا قلنا نشر ايه وتأليف ايه؟ ده احنا عاوزين بس كاهن لأمريكا الشمالية عشان يعمل الصلوات الزواج لما اتنين هيتجوزوا،
او يعمل صلوات التجنيز لما واحد يموت، ويعملوا التعميد للاطفال اللي هيتولدوا، ويلف على القاره مره في السنه عشان نتناول مره في السنه. فدي كانت التفكير بتاعنا في ذلك الوقت. دي كانت احلامكم وقتها، دي كانت احلامنا يجي لنا كاهن. That's all يعني. وبعدين طبعا بعد سنين طويلة وبعد ما جاء كهنة كتير، قريت في وطني عن أول مؤتمر للقبطيات سنة 76، وذهلت أن الناس اللي في الخارج يعرفوا عن كنيستنا ويبحثوا عن أمور عن القبطيات من أوروبا ومن بقية أنحاء العالم، لأن الحاجة دي ما كانتش في فكري يعني. وبعدين أنا عشت في وسط كاليفورنيا. معلش قطع حضرتك، إن سنة 76 إحنا بالمناسبة دي الحلقة الثانية تحت نفس العنوان، وهو المؤتمر أو الكونجرس الدولي للدراسات القبطية. في كمان حلقة أولى قبل الجزء الأول سميناها رؤية رهبانية للدراسات للحضارة القبطية، كانت برضو عن المؤتمر للأباء الرهبان. استضفناهم هنا قدس أبونا بيجول السرياني وأبونا أنجيلوس النقادي اللي اشتركوا في المؤتمر، عزمناهم في لوجوس تي في عشان يتكلموا رؤية رهبانية للمؤتمر وللحضارة القبطية عموما. فأشكر حضرتك إنك جبتلي برنامج المؤتمر الأول الذي عقد 1976، احنا تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، بس أشكر الدكتور إلهامي خليل إنه جاب لي جدول أعمال المؤتمر وعناوين المقالات اللي ألقيت. ده كنز. هذا المؤتمر الأول حضروا قداسة البابا شنودة الثالث وسيدة زوجة رئيس الجمهورية السيدة جيهان السادات. وكان أحد ثلاثة مؤتمرات سنة 76 نظمته هيئة الآثار المصرية، المؤتمر الدراسات القبطية، مؤتمر الدراسات الإسلامية، والمؤتمر الآثار المصرية القديمة. واثنين من اللي حضروا هذا المؤتمر سنة 76 كانوا معانا في المؤتمر الحادي عشر بعد اتنين أقباط. طبعا كان في غير أقباط كثيرين حضروا المؤتمر الأول والحداشر، فاللي هم الدكتور جودة جبرة والدكتور كمال فريد إسحاق. زي حضرتك هو طبيب بس مهتم، يعتبر سكولر في الطب وسكولر في اللغة القبطية، ولازال في المؤتمر الأخير ألقى بحث عن طريقة نطق اللغة القبطية، حروف حروف، كل حرف بيطلع من الزور ولا من اللسان ولا من الشفايف، والفرق بين الآ والإي، حاجات جميلة جدا جدا جدا. فالمشاهد العزيز ممكن يشوف الحلقات السابقة لو رحت على يوتيوب وبحثت عن المؤتمر الدولي للدراسات القبطية أو مجرد الحضارة القبطية، يطلعوا لك حوالي 41 حلقة سابقة. دكتور إلهامي أنا أشكر بس حضرتك. أكمل كلمتين. أنا بس عاوز أقول للمشاهد أن حضرتك كشاهد عيان لنشأة وتطور الدراسات القبطية في العصر الحديث، يعني من أول ما ابتديت 1950 مع شباب بني سويف الاستماع إلى العلماء الأقباط بتوع مدارس الأحد وقتها، بالإضافة إلى اهتمامك بالدراسات القبطية كحضرتك، نشكرك كعضو في مجلس الدراسات القبطية في جامعة كليرمونت ودايما بروموت الدراسات القبطية والمؤتمرات السنوية اللي بتعقد في UCLA وفي كليرمونت. فحضرتك لك البرسبكتيف، وجهة النظر، وأنا سعيد بالاستماع إلى ومتأكد المشاهد العزيز إلى هذا العرض التاريخي والنظرة التاريخية. اتفضل نستكمل القصة مشوار الدراسات القبطية بالنسبة لك. يا
أنا عاصرت بداية جمعية أم بشنودة سنة 79 في لوس أنجلوس. في لوس أنجلوس، بس أنا كنت في سنترال كاليفورنيا لما كان هاني تاكلة الرئيس البريزيدنت يعني بتاعها، والفايس بريزيدنت كان المرحوم أخويا ناجي خليل، الأستاذ ناجي خليل طبعا الله يقدس روحه. ونشكر أسرته بتشجع الجمعية والمؤتمرات القبطية والدراسات القبطية إلى اليوم، فنشكر الله. يعني أنا لم أحلم بأن بعد 35 سنة من بداية هذه الجمعية أن تقدر تنظم مؤتمر عالمي في القبطيات. يعني ملخص الكلام، كنا فين وبقينا فين. نشكر ربنا. أحب أقول كلام على أهمية المؤتمر. يهمني أن من وجهة نظرك كشخص حضرت المؤتمر وحضرت الجلسات، وكان في الصبح من 9 لـ10:30 محاضرة عامة في المؤتمر في المدرج الكبير، ثم ينقسم الجمهور إلى أربع parallel sessions في أربع مدرجات في نفس الوقت، لأن في 170 بيبر، فما كانش ينفع أن كلهم ورا بعض، لازم يبقوا على التوازي في نفس الوقت أربع. فحضرتك إيه من وجهة نظرك كانت أهمية المؤتمر وتقييمك له؟ هل أعرض بعض الصور عشان يدي خلفية للمشاهد العزيز احنا بنحكي عن ايه في المؤتمر بالذات من بعد اذنك؟ اتفضل. فهنشوف بعض الصور اللي المؤتمر. الصورة الاولى دي الجلسة الافتتاحية، كانت في مدرج، نشوف الارغن او في الخلفية البايبس الرأسية، لان دي قاعة موسيقى في جامعة كليرمونت، ودي البايبس دي من ناحيتين، قاعة موسيقية جميلة بتساع 550 شخص، فكان احنا عندنا حضور حوالي 270. الصورة اللي بعد كده جانب من الحضور، نيافة الأنبا سوريال أسقف ملبورن في الصف الأول، وإلى جواره أعضاء مجلس الأمناء بورد أوف تراستيز بتوع جامعة كليرمونت، دكتور جودة جبرة، نيافة الأنبا مارتيروس ونيافة الأنبا كيريلوس الأسقف العام بلوس أنجلوس، نيافة الأنبا مارتيروس أسقف العام شرق السكة الحديد في القاهرة. ونرى جانب كبير من الحضور، نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، نقل إلى المؤتمر تحيات قداسة البابا تودروس الثاني للمؤتمر، وكان لهذا واقع جميل جدا جدا جدا، كيف أن الكنيسة من قداسة البابا إلى جميع الإكليروس يؤيدون ويشجعون الدراسات القبطية والمؤتمرات. الصورة اللي بعد كده جانب من الحضور، عن على الشمال أبونا أنجيلوس النقادي راهب بدير الملاك غابريال بنقادة والآن يخدم في أثيوبيا، وإلى جواره الدكتور يوحنا نسيم الباحث بالجامعة الكاثوليكية وكلية القبطية الأنبا أثناسيوس في ملبورن. متأسف مش عارف صورة هذه الباحثة، هي ليست قبطية. ثم الشماس ماجد ساويرس مخييل أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا، ثم الأستاذ جاك فاندرفليت الأستاذ بجامعة لايدن في هولندا ورئيس الجمعية الدولية للدراسات القبطية التي تنظم هذا الكونجرس الدولي مرة كل 4 سنوات. المرة السابقة كانت في جامعة روما ومكتبة الفاتيكان. نيافة الأنبا مارتيروس ونيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام في لوس أنجلوس في الاستراحة. الأختين دول حصلوا على الدكتوراه من جامعة السوربون، والجمعية الدولية بتعمل مسابقة لأجود رسالة دكتوراه في الأربع سنين الماضية، ولقوا أن
الرسالة الأولى والثانية في الجودة متقاربين جدا، ف قسموا الجائزة بين الاثنين وقدموا الجائزة لهم في جلسة الافتتاح. الصورة اللي بعد كده جلسة الافتتاح، من اليسار رئيس الجامعة الأستاذ روبرت شولت، كان بجواره المهندس هاني تاكلا بس هو اللي بيلقي الكلمة في اللحظة دي، دين اوف ذا سكول اوف ارتس اند هيومانيتيز دين تامي شنايدر، سعادة السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام لمصر في لوس انجلوس، وايضا القت كلمة جميلة جدا ومعبرة، صاحب النيافة الانبا سيرابيون مطران لوس انجلوس، الاستاذ الدكتور ستيفن ايميل استاذ الدراسات القبطية بجامعة مونستر في المانيا ومتخصص في القديس شنودة رئيس المتوحدين، الأستاذ جاك فاندر فليت رئيس الجمعية الدولية للدراسات القبطية. الصورة اللي بعد كده نفس الأشخاص، ستيفن إيميل، دكتور جودة جابرة، هاني تاكلا، سعادة السفيرة لمياء مخيمر، نيافة الأنبا سيرابيون، دين تامي شنايدر، بروفيسور جاك فاندر فليت هولندا، سعادة السفيرة سلامة شاكر سفيرة مصر في كندا سابقا والآن أستاذ الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة كليرمونت، ونشكر في أفضلها الكثيرة، وستكون معنا في هذا البرنامج اليوم بالتليفون بعد حوالي نص ساعة. الأستاذ روبرت شولت رئيس جامعة كليرمونت والعبد لله. الصورة اللي بعد كده جانب من الحضور ومنهم أبونا بيجول السورياني أمين مكتبة دير السوريان التراثية، وتشرفنا وتباركنا بوجوده معنا في لوجوس تي في حلقتين سابقا، هنجدهم على يوتيوب، واحدة عن مكتبة دير السريان واحدة عن مكتبة متأسف عن المؤتمر الحالي. الدكتور لؤي من جامعة المنوفية ومكتبة اسكندرية، قدس أبونا دانيال من بيكرسفيلد، وأستاذ العهد الجديد بالكلية مدرسة القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس القبطية الأرثوذكسية بلوس أنجلوس، الأستاذ مايكل جاليوبي من المهتمين بالدراسات القبطية ويسكن في بيكرسفيلد، الأستاذة بدور من فرنسا وبنتها واحدة من الاثنين اللي أخذوا جايزة الدكتوراه، فالأم والبنت الاثنين متخصصين في الدراسات القبطية على مستوى عالي جدا فوق الدكتوراه، فنشكر الله. الأستاذة إليزابيث بولمان عملت أبحاث عظيمة عن الدير الأحمر في سوهاج وألقت محاضرة في منتهى الروعة 45 دقيقة عن الإنتاجات والرسومات الجدارية في أقدم كنيسة في العالم اللي هي في الدير الأحمر. العبد لله بيلقي كلمة عن كليرمونت كوبتيك إنسايكلوبيديا، وهي جوهرها أو بدايتها الكوبتيك إنسايكلوبيديا الثمانية فوليوم المطبوعين اللي عملهم الأستاذ الدكتور عزيز سوري العطية وزوجته لولا عطية، كملت المشوار بعد وفاته إلى أن انتهت الموسوعة وظهرت للوجود سنة 1991. أجين جانب من الحضور يضاف إليهم الدكتور ستيفن ديفيز من جامعة ييل ومتخصص في تاريخ مصر في تاريخ الأقباط ومصر في القرون الأولى، ثم كلمة عن محاضرة البحوث التي نشرت في الكوبتك عن الكوبتك بايبل من سنة 2008 إلى 2016، عرض عام للبحوث. الصورة اللي بعد كده نيافة الأنبا كيريلوس الأسقف العام في لوس أنجلوس يرأس جلسة يلقي فيها البحث الدكتور يوحنا نسيم يوسف من جامعة الكاثوليكية بميلبورن والمدرسة القبطية اللاهوتية. زي ما قلنا في أربع مدرجات كانت بتعقد جلسات فيها
بالتوازي، دي واحدة منهم. ودي واحدة أخرى، نرى أبونا ماكسيموس الأنطوني على اليمين أيضا ألقى بحث جميل جدا بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية في إدخال جوجل مابس للدراسات القبطية من حيث رصد الآثار القبطية ومواقعها الجغرافية في أنحاء مصر كآثار أو حتى ككنائس حديثة أو أديرة، ليس فقط المواقع الجغرافية بل أيضا تاريخها وحاضرها والكتب اللي نشرت عنها إلى آخره. جانب من الحضور يرى الدكتور صموئيل معوض على اليمين متخصص في الأدب القبطي والباحث بجامعة مونستر في ألمانيا. نرى أعداد كبيرة من الناس جاية من أنحاء العالم، 24 دولة زي ما قلنا. جانب من المتطوعين طلبوا ياخدوا صورة مع الدكتور جودة جبرة في المنتصف، وهم الحقيقة بدونهم المؤتمر كان ينقصه فجوة، لكن هم أدوا بدور كبير جدا في التسجيل والاستقبال والترحيب وحل الرد على الأسئلة حاجة. وده جانب يعني في كان حوالي 20 أو 30 متطوع، نصهم أقباط ونصهم من الستاف بتاع جامعة كليرمونت. حصل قداس مخصوص يوم الثلاث الصبح في ذلك الأسبوع في كنيسة كلية كليرمونت اللاهوتية، كليرمونت سكول اوف ثيولوجي، وهي الموقع الجغرافي اللي فيه كلية مدرسة سانت أثناسيوس أند سانت سيريل كوبتك أرثوذكس سكول. فيوم الثلاث الصبح حصل قداس، حضر فيه جميع الأباء الأساقفة والكهنة اللي كانوا حاضرين المؤتمر. كان في كذا ترابيزة للكتب، ودي واحدة منهم للناس تشتري وتتفرج على أحدث الإنتاجات في الدراسات القبطية. ده البروشور بتاع جدول المقالات اللي جوه المؤتمر. ونعود الآن إلى الدكتور الهامي خليل ليستكمل الحديث ويقول لنا ما هو تقييمك لنجاح هذا المؤتمر وأهميته. الواقع أن هذا المؤتمر كان أكثر من رائع من نواحي عديدة، يعني مثلا التنظيم من ساعة ما الناس بتدخل ويكتبوا أساميهم لغاية آخر اليوم، يعني التنظيم كان دقيق، المشتركين كانوا متنوعين من زي ما قلتوا من 6 قارات في العالم، كان في تنوع. وأعجبني جدا وجود ناس قدموا أوراق بحث من مصر، سواء رجال أو نساء أو علمانيين أو رهبان أو أقباط أو مسلمين. وكذلك أعجبني جدا وجود كثير من الشباب سواء يقدموا أوراق أو حاضرين المؤتمر، فده دي حاجة عظيمة ان يبقى مش بس للأكاديميين بس، أيضا لكثيرين من الذين عاوزين يغتنموا بالقبطيات. أنا قبل كده كنت بحضر UCLA كل سنة، المؤتمر اللي بيتعمل في جولاي وبيقوم به دكتور سعد وهاني تكلة، بس طبعا ده فكل توقعاتي من جهة أنواع البيبرز والتنوع الشديد فيها. بس لازم أقول الصراحة يعني أن في بعض الأوراق كانت above my head، يعني في حاجات أكاديمية متخصصة جدا، وده مش غلط، أنا بتكلم كطبيب كلينيكي، أنا بشوف العيان تشخيص والعلاج، لكن في خلفية ورايا اللي هي البحوث العلمية اللي بتوصل لإيه العلاج الجديد، إيه طرق التشخيص الجديدة. فكل الحاجات دي مهمة جدا، يعني حتى لو نشوف في نوبل برايز في ميديسن في 10 سنين اللي فاتت ما فيش واحدة منهم
عشان عملية جراحية جديدة أو حاجة زي كده، كلها في البيزك ساينسز اللي هي الحاجات الأكاديمية اللي تخلي الشخص الممارس يستفيد منها. فدي كانت الحاجات اللي يعني سمعتها وشفتها الأوراق الأكاديمية. لكن الأوراق اللي فهمتها بقى كشخص كلينيكي كانت أيضا متنوعة ورائعة، ولا سيما النواحي التاريخية اللي ممكن أتكلم عليها بعدين. إحنا ممكن دلوقتي نشاهد فيديو رقم 4، لأن هو انترفيو أنا عملته مع قدس أبونا القمص زكريا البراموسي كاهن الكنيسة القبطية في المكسيك، وكان لنا شرف استضافته سابقا في برنامج الحضارة القبطية، استضفناه مرتين قبل كده، مرة منهم في الحلقة اللي قلت رؤية رهبانية للدراسات القبطية والحضارة القبطية. فأنا عملت معه حديث لإيه اللي خلاه يجتهد في الدراسات القبطية، هو ألقى بحوث سابقا عن الفن القبطي وجيه من المكسيك عشان يحضر المؤتمر هنا، زي رهبان جم من استراليا من دير القديس الأنبا شنودة في سيدني ودير الأنبا أنطونيوس في ملبورن. كان في المؤتمر راهبتين قبطيتين، واحدة معاها الدكتوراه أوريدي وواحدة بتدرس لدرجة الدكتوراه في ملبورن، حاجة جميلة جدا جدا جدا. فنشاهد الفيديو رقم 4. معنا قدس أبونا زكريا البراموسي من الكنيسة القبطية في المكسيك. مرحبا يا قدس أبونا. أهلا بك يا دكتور، كتر خيرك، ربنا يبارك فيك وعودك وتعبكم خير يا رب. احنا تشرفنا وتباركنا قبل كده بقدسك على برنامج الحضارة القبطية وبالسكايب، فنشكر ربنا ان احنا وجها لوجه دلوقتي. انا باخد بركة زي ما خدت بركتكم في الحلقة، ناخد بركة النهاردة وربنا يعود تعبكم خير يا رب. قدسك بتحضر هذه المؤتمرات اللي هو الكونجرس اللي بتعقد كل 4 سنين ابتداء من سنة 2000 بانتظام لغاية النهاردة، ايه المكسب اللي بتشعر قدسك بتاخده من المؤتمر، او المؤتمر بيستفادوا من حضور قدسك وبقية الاباء الرهبان والاقباط المتخصصين في القبطيات؟ نشكر ربنا في اهتمام من الكنيسة على مستوى الكليروس ومستوى طبعا نواد الكنيسة، مشاركتنا ليهم هم كمان بيحسوا بان اللي بيقدموه الكنيسة بتقدره، واحنا بنشترك ابحاثنا ما هياش اقل من جودة علمية عن اي واحد فيهم بيقدم، فاحنا بنستفيد من الحاجات الجديدة اللي هم الدراسات اللي بيعملوها، واحنا كمان بنفيد كمان بالدراسات اللي نعملها عشان حاجة معاشة بالنسبة لنا، حاجة في دمنا. انا بحضر فعلا من سنة 2000، كان المؤتمر بالنسبة لي اول مؤتمر احضره كان في لايدن في هولندا، وبعدين حضرت سنة 2004 كان في باريس في جامعة السوربون، 2008 كان في ضيافة قداسة البابا أنبا شنودة لنيح روحه في القاهرة، 2012 كنا في روما في جامعة سابينا في روما، السنة دي 2016 هنا عندكم في كليرمونت، وشكرا ليك وشكرا لسيدنا وشكرا لقداسة البابا، ربنا يعودكم خير وبارك في تعبكم وحبيتكم يا رب دايما. احنا سعداء نيافة الأنبا سرابيون في كلمته النهاردة حمل تحيات قداسة البابا توادرس إلى المؤتمر، فكانت لفتة كريمة من قداسة البابا. أو نشكر ربنا قداسة البابا توادرس طبعا بيشجع التعليم والعلم، ويعني المسيرة من جيل إلى جيل، وبصلواتكم ومحبتكم وتعبكم، وشكرا لحضرتك كمان يا دكتور. النهاردة كان بالنسبة لي حاجة جديدة أن أنا أسمع على الانسيكلوبيديا اللي عاملينها، حاجة حلوة قوي قوي وانبسطت منها، كان بالنسبة لي حاجة جديدة. العفو أبونا، ونشكر قدسك على هذه الفرصة الذهبية، وصلي من أجلنا.
تعيش، ربنا يبارك فيك ويعوض تعبكم خير، وكل سنة وانتم طيبين. وكل 4 سنين المؤتمر بنعقد، بتبقى فرصة نجمع كلنا مع بعض ونشوف الجديد، وهم كمان يعني تبقى دم جديد مع دم قديم، بتبقى يعني تجديد دماء يعني، ومن كل الثقافات ومن كل البلاد. نشكر ربنا على المؤتمر ده. يعني في 20 دولة أو بحاث من 20 دولة، 6 قارات مشتركين، وبيشعروا بسعادة أنا بشوفها وهم بيقولوها لنا، لما بيحسوا بالذات الأباء الرهبان والإكليروس القبطي والأباء الأساقفة لما بيشتركوا بيبقى في انطباع نفسي وروحي إن هم بيلمسوا، بيمسكوا بإيدهم الرهبانة القبطية اللي هم بيدرسوها، بتبقى حاجة عملية يعني، هم بيشوفوا حاجات جديدة بيكشفوها، ولا بيشوفوا الرهبان فهو امتداد لنفس المسيرة اللي هم بيدرسوا عنها، شايفونها أمثلة حية كمان قدامهم. مكرر الشكر يا تسامون. شكرا دكتور، ربنا يبارك فيك وتعبكم خير يا رب. فعلا زي ما بيقول قدس ابونا زكريا البراموسي، فرق بين انك تقرا كتاب وانك تقابل المؤلف وتتحدث معه وتسمع البيبر من بقه وتاخد وتدي معاه، فرق كبير جدا. دكتور الهامي، حضرتك في كنت ضيف سابقا هنا على البرنامج، وعملنا حديث بالسكايب مع الدكتور مايكل حنين او ميشيل يوحنا حنين من لندن، واخدنا ودينا معاه عن موضوع سانت كيريل كواير اللي هو اسسه في لندن وبيعرض في لندن وباريس وستوكهولم، حاجة جميلة جدا جدا، ومن وقت لآخر بنعرض مقتطفات من هذا الكونسرت. حضرتك قابلته في المؤتمر، وهو ألقى بحث عن الموسيقى القبطية وعن سانت كيريل كواير. ماذا كان انطباعك وانت لأول مرة بتشوف الدكتور مايكل حنين اللي هو شفته قبل كده على لوجوس تي في؟ الحقيقة كانت مزيج من الدهشة والإعجاب. لأن الحاجات اللي عملها دي تتطلب مجهود ووقت وتالنت فوق الوصف. وطبعا أنا قعدت معاه واتكلمت معاه، وأنا مش بس أعرفه، أنا أعرف المرحوم والده اللي هو أبونا يوحنا حنين، أعرفه من قبل ما يترسم، ما كان زغلول عبده حنين في الجيزة، وحضرت رسمته في اسكندرية في يوليو 54. والعبد لله أيضا حضر تلك الرسامة يعني أتذكرها جيدا. فدي كانت فرصة سعيدة إن أنا أقابل ابنه. وأعجبت جدا بالتنظيم اللي ما عاملينه، وبالصوت وجمال الترتيب، وألقى بحث في منتهى الجمال. يعني لما تقعد تسمع الدكتور مايكل حنين 30 دقيقة وهو بيلقي البحث عن سانت كيريل كواير لمجتمع أكاديمي، هو بصفته أستاذ طب القلب في جامعات لندن وباريس وستوكهولم، عنده المقدرة الأكاديمية فبيطبقها على التراث القبطي الموسيقي، فألقى بحث في منتهى الحبكة والجمال والحبكة الأكاديمية، يعني بيسموه إيه؟ speaking with academic authority في الموسيقى القبطية. وهذا مجال نحن في أمس الحاجة إليه، ليس عندنا كثيرين ربما يتعدوا على أصابع اليد الواحدة اللي ممكن يتكلموا بهذه الأكاديمي الأكاديميك أوثوريتي في الموسيقى القبطية، وهذا نقص شديد. أنيميا، دي أنيميا إن ما يكونش عندنا 20 واحد قبطي يقدروا يتكلموا أكاديميا عن الموسيقى القبطية. إيه اللي استفدته حضرتك من الاستماع إليه؟ الحقيقة اداني بعد مختلف جدا عن كل الحاجات اللي سمعتها قبل كده. طريقة العرض، الليركس الكلام نفسه يعني فوق الوصف الحقيقة. وهو اهداني الشريط سمعته آخر جمال. يعني أرجو أن كل واحد يستمتع بهذا المجهود العظيم.
كمان احب اقول كلمه على السكند جينيريشن اللي هو كلمة الكوبتيك دياسبورا، لان احنا دايما نتكلم عن الماضي. فاللي عجبني جدا في الحاجات دي ان احنا مش بس الماضي، لازم نتكلم على الحاضر ونحضر للمستقبل. في جلسات المؤتمر كان في جلستين متخصصين في الكوبتيك دياسبورا بالظبط، فحضرتك حضرتهم الاثنين، وكان منهم الدكتور مايكل حنين بصفته بيتكلم عن كورال في الدياسبورا اللي هو لندن وباريس. بقيه المقالات، ايه اللي عجبك في بقيه المقالات او شد انتباهك؟ يعني شد انتباهي كمان الكلام على احداث حاضره زي شهداء ماسبيرو. نتذكر اليوم بالمناسبه هذا الاسبوع يوم 9 اكتوبر الذكرى السنويه لشهداء ماسبيرو في 9 اكتوبر 2011، وطبعا ربنا يقدس ارواحهم، انما ده يعني يوم في تاريخ مصر وتاريخ العالم، لم يشاهد العالم كثيرا من هذا النوع من القسوة الوجه لوجه. يعني اهو اللي بيرمي قنبلة من طيارة، اللي بيضرب مدفع على بعد 5 كيلو شيء، انما الدهس بالدبابات لناس مسالمين، اطفال ونساء وجدود رايحين لمجرد الوقوف وقفة احتجاجية في منتهى السلام، وطول الليل بناء على توجيهات التلفزيون من على شاشة التلفزيون ان الجمهور يطلع يضطهد كل قبطي في سكته في اي شارع بما فيها المستشفيات اللي نقلوا اليها جثث الجرحى وجثث القتلى، تروح الغوغاء المستشفيات يضطهدوا اهالي اللي راحوا يزوروا اولادهم اللي في نص الليل راحوا المستشفى ليشفوا من جراح ماسبيرو. ده كان يوم قاسي جدا، تاريخ اسود، يوم اسود في تاريخ مصر وتاريخ الانسانية في الواقع. فاحنا نتذكر هذا، ويجب ان الموضوعات دي تبحث اكاديميا وتقدم في البرامج للتحليل النفسي والسياسي والاجتماعي والديني، علشان ناس محايدين واكاديميين يقولوا لنا، يلقوا ضوء من زوايا مختلفه، وناس من بره الكيان المصري يقدروا يحكموا عليها. وطبعا كان في اشاره لذلك في المؤتمر، إنما عاوزين المزيد من البحوث، المجال مفتوح ولم يغطى إلى الآن تغطية كافية بطريقة أكاديمية وليست عاطفية. كمان عجبني إن كان في بحث عن وقت أنبا شنودة لما كان في الدير، ودور الصحافة القبطية الحرة في أمريكا، لأن الحاجات دي برضو مش مكتوبة. وبالذات طبعا انا كنت عايش هذه الاحداث، واشكر جدا الاثنين اللي تنيحوا اوريدي، شوقي كراس في مجله الاقباط ورودولف ياني في الرساله. يعني كان طريقه كلامهم طريقه موضوعيه عن الاحداث اللي بتحصل في مصر. بالمناسبه كل من الشخصين دول، الدكتور شوقي كراس والدكتور رودولف ياني، كل منهم يستحق رسالة دكتوراه عن حياته وإنتاجه ودوافعه والهوية القبطية اللي كان بتدفعه المحافظة عليها وهجرته لأمريكا. وكل منهم عمل مجلة استمرت 30 سنة، حاجة يعني مجهود خرافي إلى جانب مهنته. صح. فيعني أمثلة من العلماني، النشاط العلماني تحسدنا عليه كنائس العالم. دي الحاجات اللي شادت انتباهي، بالإضافة للحاجات التاريخية الحديثة بالنسبة لعلمانيين أو الرجال كهنوت، كان ليهم تأثير كبير في الكنيسة. وأحب أذكر منهم ورقة عن الأنبا صموئيل بالذات، لأن بعد بكرة هيكون تذكار 35 سنة على استشهاده
في 6 أكتوبر 1981. وطبعا أنبا صمويل غني عن التعريف، وهو كان ماي منتور في مصر وأنا في الجامعة، ولما جيت أمريكا هو اللي شجعنا على الحضور إلى أمريكا، وكان دايما يرسلنا، وأنا كنت بساعد في تجميع وتنظيم الرحلات بتاعته في أمريكا، وخصوصا سنة 1963 اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. وكان بعد كده دايما يرسلني في مواضيع هامة معينة. فأرجو ان احنا نتذكر تاريخ نياحته واستشهاده اللي هو يكون بعد بكرة 6 أكتوبر. بالمناسبة هذا البحث أسعدني أيضا اللي قدمه في المؤتمر عن نيافة الشهيد الأنبا صموئيل، اللي قدمه كاهن قبطي من مصر بس بيخدم هنا دلوقتي، وفي نفس الوقت بيعمل رسالة دكتوراه في جامعة ويك فورست يونيفرسيتي تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نيلي فاندور نهاردر المتبحرة في النشر عن الدراسات القبطية، وكانت طبعا هي اللي نظمت هذا السيشن في المؤتمر. بالمناسبة اللي يحب يقرأ الملخصات بتاعت كل هذه المقالات يجدها في هذا الكتاب اللي وزع في المؤتمر، وهذا الكتاب موجود إلكترونيا على الويب سايت بتاع يا إما سانت شنودة سوسايتي stshinuda.org أو ويب سايت تاني كوبتيك كونجرس 2016 يعني في 2016.org. الاثنين دول كوبتيك كونجرس 2016 كلمة واحدة .org يلاقي الملخصات دي 54 صفحة هنا في الكتيب ده، يلاقيهم على الانترنت ويقدر يعمل لهم داونلودينج لكل المقالات اللي احنا بنحكي 170 مقالة. ايه تاني كمان عجبك في المؤتمر والبيبرز اللي حضرتك حضرتها؟ عاوز بس اقول كلمتين على البحث عن في حياة الأرشيدياكون حبيب جرجس. بصفتي شاهد عيان. الحقيقة احنا ما بدأنا في فصل الفتيان بيسموه مدارس احد بني سويف، كنا بندرس كتابين اسرار الكنيسة السبعة وسر التقوى. كلام ده في اواخر الاربعينات. وبعدين في 1900 اللي هو ألفهم حبيب جرجس. طبعا ده انا صلتي بيه عن طريق الكتب. وبعدين وانا رايح كلية الطب بعد ما خلصت الثانوية، ورايح كلية الطب في اكتوبر 51، كانت ساعتها لسه اسمها جامعة فؤاد. ففي اغسطس تنيح الارشيدياكون حبيب جرجس، وقالوا انهم هيعملوا تأبين، حفل التأبين يوم 28 سبتمبر في المرقصية. فانا خدت ترماي 30 من مصر القديمة ورحت المرقصية، وكان شعب ملوش عدد من الكبار والصغار والشباب، والكلمات كانت كلمات رائعة. طبعا الكلام ده من 65 سنة، فمش هفتكر منه غير حاجات بسيطة. الحاجة اللي فضلت في مخي اللي هي سطر من شعر اللي قاله نظير جيد في ساعتها، يقول له ايه: وابا كنت ونحن يا ابي عشنا بالحب على صدرك نحبو. وتخيلت بقى كولد 15 سنة، تخيلت اب نايم بياخد تعسيلة بعد الظهر على السجادة وفي حر الصيف في بني سويف، وابنه الرضيع بيحبي، واول ما لقى ابوه حبى على صدره وحط راسه ويسمع دقات قلبه. واحنا عارفين في الطب في النيوناتولوجي اللي هي الاولاد اللي لسه مولودين جديد، احسن حاجه تنيمهم هي دقات القلب. لان دي اللي كانت بتهديهم وهم في الرحم من سمع دقات قلب الام. فانا تخيلت ان العيل ده الرضيع اللي بيحبي طلع على صدر ابوه وحط ودنه ونعس، وابوه مسكه وحط ايده عليه عشان ينام. فدي اثرت فيا جدا
ان هو الشعر ده بتاع نظير جيد وعلى صدرك نحبه. انا عندي لك مفاجأة. مجلة مدارس الاحد طبعت كل الكلمات دي اللي في الاربعين في عدد خاص وقتها سنة 51، ثم اعيد طباعته 50 سنة بعدها 2001، وانا عندي نسخة من ذلك العدد اللي هو طلع 2001، الطبعة الثانية من هذه الكلمات. فالمشاهد العزيز لو يحب نسخة من هذا العدد ممكن يكلم النمرة اللي على الشاشة ويسيب الإيميل أدرس بتاعه أو عنوان بيته. بس أنا عندي طلب، اللي عاوز يعني أنا مستعد التعب ده أعمله، بس عشان أعرف إن طالب الطلب ده سيريس لازم يعمل تبرع للوجوس تي في. لوجوس تي في مش ممكن انها تستمر بدون تبرعك ايها المشاهد العزيز. القديس الارشزياكون حبيب جرجس وقع في ازمتين ماليتين ووقف عن العمل بسببهم. يعني احنا مش نقول غير يدفع وغير يتبرع، لا، ممكن العمل يقف. حتى الارشزياكون القديس حبيب جرجس عمله وقف. المرة الأولى قعد 30 سنة ينشر مجلة عظيمة جدا جدا جدا، كانت جديرة إنها تخش في كل بيت قبطي. قعد 30 سنة يصرف عليها من جيبه من مرتبه الضئيل الشخصي كمستاذ في الكلية الإكليركية، وبعدين ما قدرش فلس فبطل يستمرها، مع إن مصاريف مجلة الكارما عشان كانت تصدر واحد بس من بشوات او حتى البهوات اللقبات من الفتات اللي كان فاضل منهم، كان ممكن تستمر مجلة الكرمة بالانتاج السامي العظيم الذي ربما لم يتكرر الى الان. المشروع الثاني بتاعه اللي برضو بيقولوا نيافة الانبا غريغوريوس قال ان هو ده اللي تسبب في وفاته، ان المجلس الملي العام اللي كان كل واحد نص اعضائه بشوات وكان واحد منهم يكفي انه يصرف على الكلية الكليركية، قطعوا قصوا كده وقرروا قفل القسم المسائي في الكلية الكليركية لعدم توفر الموارد المالية. كان بيكلفهم ايه القسم المسائي ده؟ شوية نور ومية، المدرسين كانوا بيدرسوا مجانا، فكان بيكلفهم ايه؟ نور ومية. بعشان تكاليف النور والمية قطعوا قرروا، وكان في سلطانهم القرار انه يقفلوا القسم المسائي في الكلية الإلكترونية، وتوقف القسم المسائي. وحبيب جرلس لم يستحمل ان البيبي بتاعه يتقتل في ايده واودى بحياته. ده كلام الانبا غريغوريوس في جناز الاربعين، وانا عندي المقالة دي في البيت وكل ما اراها ابكي على سمو العلمانيين في خدمتهم في المجلس الملي في ذلك الوقت، كم كانوا قصار النظر. يعني هما كان الواحد منهم يروح اوروبا يعمل اجازة صيفية كانت تصرف على القسم المسائي في الاكليركية لمدة سنوات، الاجازة الصيفية بتاعت هذا العضو العظيم في المجلس الملي العام سنة 1950. فمأساة. فإذا أنت أيها المشاهد العزيز لم تساهم في قناة لوجوس، لم تساهم في الدراسات القبطية بتبرعاتك، لم تساهم في أي مشروع خير يجي قصادك، تأكد أن هناك احتمال أن هذا المشروع يقف وينتهي. دي إرادة ربنا، أن هو بيقول لنا إيه؟ دحرج الحجر، بيقول لنا رب اصرف على أولادك عشان يتعلموا، زي ما احنا بنصرف على أولادنا يتعلموا، ما بنسيبهاش للظروف ونقول انا هتكل على ربنا يعلمهم، لا، احنا بنروح وبندفع لهم مصاريف الجامعة عشان يتخرجوا ويعتمدوا على نفسهم. كذلك زي ما بندفع لأولادنا مصاريف المدارس والجامعة والبيبي سيتر الى اخره، ندفع مصاريف بتاعة لوجوس تي في. ربنا يكرمكم ويعوضكم عن تعب و
التبرع للوجوس وغيرها بالأجر الصالح السماوي، وإحنا نشكركم ونشكر الآب السماوي إن لوجوس استمرت 5 سنين 6 سنين لغاية النهاردة بتبرعاتكم. إحنا بس عاوزين أعداد جديدة من المتبرعين، والمتبرعين الحاليين يستمروا ويكونوا أسخياء شوية، لأن مصاريف القناة متخلفة عن الإيراد. يعني الإيراد بيجي في الساعة 11 أو حتى 12 أو 13، والقناة مديونة. فنرجو مساهمتكم عشان نجدد الأجهزة إلى آخره. دكتور إلهامي، أنا أستأذن حضرتك نزيع فيديو رقم 9، وهو خطاب بريزيدنت أوف كليرمونت جراديت يونيفرسيتي مستر روبرت شولت، بيرحب بالحاضرين في المؤتمر ويذكر زيارة البابا تودروس في 19 أكتوبر 2015، زيارته للجامعة ومباركته للميموراندم أوف أندرستاندينج اللي هي مذكرة التفاهم بين الجامعة والمدرسة القبطية اللاهوتية. نستمع ونشاهد فيديو رقم 9. We really appreciate the efforts of the Congress Secretary, Dr. Han Chakla. Han Chakla? Most of that close? I practiced yesterday. He's been working round the clock with our dean, Tammy Snyder, to make this conference a huge success. We are honored to serve as a co-host with St. Shenouda, and he's also Archimediate and of the Coptic Society for the Auspicious of the International Association of Coptic Studies. The Coptic contributions to Christianity have been tremendous. And the contributions by the scholars who have traveled here, who came here from Russia, Germany, Egypt, the British Museum, and the Library of Alexandria. Are they here yet? They're very humble. Jet lag. When you take a look back over 50 years and you realize something special about this Congress and about what Claremont and this group has accomplished over these 50 years, and I see two people whispering in the front row saying, has he been here for 50 years? No, I haven't. And I'd like to just tick through some of the things that over the past 50 years that have happened. And for many years, Claremont has been the center for translating and publishing ancient Coptic manuscripts. One of the first textbooks for learning Coptic grammar was produced here at Claremont. That's quite an accomplishment, isn't it? Since the 1970s, formal courses in Coptic studies have been offered by the university. CGU has helped bring Coptic knowledge into the digital age by being the home of the online Claremont Coptic Encyclopedia. Last fall, we had a very special event, right, Tammy? And we welcomed His Holiness, Pope Quadras II, for the opening of the Coptic Orthodox Church, theological school. And now we have this week's Congress. The first time this Congress has been held in the United States. Anybody have a guess for when was the last time it was in the United States? 92. We hope to see you back before 25 years ago. Our university is deeply honored to support the work of preserving the Coptic tradition for everyone living now and in future generations. And we are really grateful to the scholars who are here.
And we all want to say, you give this Congress its special meaning and purpose. Thank you for your hard work and dedication. Your scholarship is crucial, and this is probably one of the most important parts in the few comments that I have. You are building important bridges that the world needs today. You are building an understanding between cultures and people around the world, which is just fantastic, and we're glad that we could host this event. I think, though, that I missed also in one of my pages thanking, I'd also like to express my appreciation to several CGU professors and other folks that have been here for their work on the Congress. And that's Drs. Gabra, Saad, and my friend Salama Shaker. To show our support here today also, we have some key people from Claremont Graduate University, some trustees, Don Baker, one of the top the provost of the university, Jacob Adams. Priscilla is a trustee, right behind her, Ernie Eisminger, and I don't see any of the other folks. I saw Patricia come in. Oh, there's Patricia right there. So we came here to support and kick this Congress off. And we wish you a lot of luck in solving all the issues that you'd like to accomplish this week. Layla Pence, we're glad that you could also join us as well. Thank you. كما شاهدنا رئيس الجامعة الأستاذ روبرت شولت في تقديمه للمؤتمر وترحيبه بالحاضرين وشرحه لمسار 50 سنة من الدراسات القبطية في جامعة كليرمونت، مسيرة تصاعدية، وذكره للأستاذ الدكتور جودة جبرة والمهندس هاني تاكلا وسعادة السفيرة سلامة شاكر أستاذة دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بالجامعة. معانا على الخط سعادة السفيرة سلامة شاكر. مرحبا بسعادتك، ونشكر حضرتك لمجيئك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا دكتور مايكل، ودائما وأبدا بيسعدني إن إحنا نلتقي مع بعض. يعني إحنا لقائنا عبر الأثير، لكن بتجمعني بكل الأصدقاء في أنحاء الولايات المتحدة وكندا ومصر وأستراليا وكل اللي بيسمعونا، فأنا بتشكر لك على هذا اللقاء. سعادة العفو، سعادتك ده أولا ده شرف لي شخصيا وشرف لبرنامج الحضارة القبطية في لوجوس تي في إن سعادتك تظهري عليه وتحدثينا بكل الغنى العلمي والروحي والثقافي والدبلوماسي والأكاديمي اللي حضرتك بتتحلي بيه. طبعا احنا نتذكر تقريبا أكثر من 10 سنوات لخدمتك كأستاذة في جامعة كليرمونت. تخلل هذه 10 سنوات 5 سنوات في النص في جامعة ييل في كونكتيكت، فحضرتك بتربطي الشرق والغرب، كما كنت أيضا نائب لوزير الخارجية المصري لشؤون الأمريكتين وسفيرة مصر سابقا في كندا، وجميع المصريين في كندا يتذكروا تلك الفترة بمنتهى الامتنان والنشوة. وطبعا أنا قابلت منهم كثيرين أثناء المؤتمر الدولي للدراسات القبطية في كليرمونت، وكلهم كانوا بيقبلوا على حضرتك ويسلموا ويعبروا عن تلك الفترة الذهبية اللي عاشوها مع حضرتك في كندا. يعني بالنسبة لي أولا زي ما أنا قلت ببقى سعيدة الحقيقة بأن دائما الندوات والتلفزيون ولوبوس بيجمعني بكل أصدقائنا، ويعني طبعا أنا بخص بالذكر الأصدقاء في
في كندا، لأن ساعدت في المؤتمر اللي عقدناه هنا. الحقيقة أن أنا التقيت بمجموعة منهم، ويعني كان موجود الدكتور إلهامي خليل، وطبعا حملتهم كل تحياتي بالنسبة للجالية العظيمة المصرية القبطية اللي موجودة في كندا، وبالذات في مسيساغا، وأبونا أنجيلوس أنجيلوس. فالحقيقة ذكرياتي كثيرة عن هذا التعاون اللي هو بيجمعنا. ويعني خليني أقول وأقول أنا فخورة بأن أنا أتحدث معك عن كل الإنجازات اللي تم تحقيقها على مدى هذه السنوات، التي تعتبر قليلة للغاية بالمقارنة بحجم النجاحات التي وضعت مصر والحضارة المصرية القبطية على الخريطة الأمريكية عن طريق نشرها الحقيقة من المحطات اللي أنشئت، ومن الكوبتك إنسايكلوبيديا اللي حدثك والدكتور جودة جبرة يعني اشتكرته. ومصر ضروري بتشعر بهذه السعادة والفخر، لأن هذه الدراسات القيمة وتقنين تاريخ مصر الحضاري يعني وضعنا على قائمة الدول التي تعتز بثقافتها وتعتز بأولادها. والحقيقة كون ربنا وفقني أن أنا قدرت أن أنا أساهم في هذا عن طريق يعني كل التعاون اللي ربنا بيبارك فيه مع حضرتك ومع الدكتور هاني ومع الدكتور جودة جبرة، يعني عبارة عن نقطة في محيط بالنسبة لكل اللي بيتعامل الدكتور مايكل. يعني أنا فخورة وسعيدة بالمؤتمر اللي اتعمل، لأنه جمعنا وجمع الشرق بالغرب. حضرتك ربما لاحظتي ان احنا عرضنا كلمة الاستاذ روبرت شولت رئيس جامعة كليرمونت قبل ما حضرتك تيجي على الخط على طول، التي رحب بيها بالحاضرين، وقبلها في عرضنا كلمات اخرى في الحلقات السابقة من برنامج الحضارة القبطية. في كل مرة بنعرض بعض هذه الفيديو كليبس من الجلسة الافتتاحية. حضرتك حضرتي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وحضرتي الجلسات ومناقشات الأوراق البحثية. ما هي انطباعاتك سواء في الجلسة الافتتاحية أو باقي الجلسات المؤتمر؟ يعني أقول لحضرتك فخري بأن تم استضافة هذا المؤتمر اللي أنا بسميه مؤتمر في عولمة الحضارة القبطية المصرية، لأن الحقيقة كان فخر بالنسبة لي كأستاذة في الجامعة وكسفيرة لمصر في كندا إن أشعر بالتواجد الثقافي والحضاري من القارات الست للعالم، إن يحضر 220 أستاذ وأستاذة وطالب وطالبة، والكل بيشارك مع بعض في هذه الندوات العلمية. طبعا كان مفخرة للجميع، وللأمانة أما وصفها رئيس جامعة كليرمونت بالمقولة اللي قالها إن it is bridges of cultures between people around the world، دي للأمانة تعبير يعني بيحمل في طياته كل الإنجازات اللي تمت في هذا المؤتمر والمجهود اللي تعمل. يعني كلمة السفيرة الحقيقة كانت في حب مصر، في حب هذا التواجد والرحلة اللي تعملت. حضرتك بقى عايز بتقول 50 سنة تواجد في جامعة كليرمونت للدراسات العليا. ما فيش شك ان انا بعتبر الجلسة الافتتاحية التواجد اللي كان موجود، الكلمة اللي القيت من السفيرة لمياء خيمر، كان فيها كل القيم التي
تم بالفعل والإنجازات من خلال المؤتمرات التي تم عقدها في البداية في السبعينات وإحنا في 2016 وإنها تتم هنا في جامعة كليرمونت. ده طبعا إنجاز لأن بيؤكد أن حضارة مصر ومصر القبطية جزء من تاريخ العالم وليس فقط تاريخ مصر، وأن التراث تراث مشرق الحقيقة، وأن أبناء مصر اللي حضروا من الجامعات المصرية ومن مكتبة اسكندرية شموع مضيئة لأمل ومستقبل مشرق للحضارة القبطية وللمصريين. في شيء الحقيقة أحب أن أنا أذكره، الكلمة القدخة السفيرة كانت واضح فيها إزاي عبرت وأوجزت الحقيقة بطريقة مركزة عن التقدم اللي حصل من أول مؤتمر تم عقده في القاهرة في 76 وكل المراحل المختلفة المؤتمر تم بيها في لغاية ما وصل ل 2016، وإزاي إن من أول القرارات اللي اتخذها الرئيس السيسي كان إقامة كوبتيك هيريتج سنتر في مكتبة اسكندرية، وده تم اتخاذه سنة 2013. وطبعا كان معانا الدكتور عصام السعيد عبد الرازق اللي هو مدير لهذا المعهد. فالحقيقة ده أنا بعتبره إنجاز عظيم وتحقيق لكلمة قداسة البابا شنودة إن مصر ليس وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. طبعا الكلمة اللي قالها حقيقة نيابة عن قداسة البابا تواطرس، الكلمة اللي قدمها نيافة الأنبا المطران أرشبيشب أرشبيلي كانت عظيمة للغاية، لأنه عبر فيها عن إزاي أما قداسة البابا جاء هنا ووقع أول مذكرة تفاهم في تاريخ جامعة كليرمونت جرادويت يونيفرسيتي في 25 أكتوبر 2015 بين جامعة كليرمونت وكلية أكس. دكتور مايكل، إحنا عايشين كل هذه الإنجازات. فأما يعني نيافة الأنبا سرابيان أتكلم عن هذه الجامعة والتعاون مع جامعة كليرمونت في الكلمة الافتتاحية، ففي شك جاي كان بيعبر عن الأمان اللي إحنا كنا بنتكلم عليها وقت أما التقيت بحضرتك وبالدكتور هاني وبالدكتور جودة جبرة سنة 2007. فالحقيقة يعني الانطباع اللي أنا خدته من الجلسة الافتتاحية من طبعا يعني أقول بقى الشعور بعظمة هذا المؤتمر زي ما عبر عنها رئيس جامعة كليرمونت جرادويت يونيفرسيتي دكتور شولت، وطريقة ما تحدثت السفيرة بكل حماس عن المرحلة القادمة اللي احنا ان شاء الله هنكمل بيها المشوار مع بعض. ويعني الحديث اللي هو والدعم اللي جاء من جيكوب آدم أجين من الجامعة ومن جميع المتحدثين، ان هناك برضو يعجبهم اتكلم على بروفيسور ستيفن إمام من جامعة مينستر من ألمانيا. ده الحقيقة انطباعي إن إحنا بهذا المؤتمر بنؤكد على عولمة الحضارة القبطية المصرية التي سافرت إلى ربوع العالم عن طريق العلماء والأساقفة والرهبان وكل الفنون القبطية في العالم أجمع. ده تعبير جميل جدا جدا لم أسمعه من قبل سعادتك قلتيه، وهو
عولمة الحضارة القبطية المصرية. ده يا ماشي مع روح العصر اللي احنا بنقول globalization، فمع الكوبتيك دياسبورا، مع الجلوبال فيليج، مع البوردرليس يونيفيرس، العالم الذي بلا حدود. مظبوط. فسعادتك يعني حطيت التعبير اللي احنا لازم نسعى نحوه، وهو عولمة الحضارة القبطية، وهذا لا يمكن إلا باجتهادنا جميعا مع بعض في تحقيق ذلك. فأولا لازم أعبر على الهواء عن امتناني الشخصي العميق لمجهودات سعادتك من سنة 2007 إلى الآن في لتشجيع الدراسات القبطية في جامعة كليرمونت، تدبير لقاء طلبة وأساتذة جامعة كليرمونت في يناير 2008 مع قداسة البابا شنودة الثالث في المقر البابوي بالقاهرة. نحن مديونون لحضرتك في تدبير وحضور هذا الاجتماع اللي استغرق ساعتين. البابا يعطي من كربه وعطفه وعلمه لحوالي 28 أستاذ واثنين عمداء وتلاميذ من الجامعة. الجزء الثاني، نحن مديونين لحضرتك بتدبير دعوة جامعة كليرمونت لقداسة البابا تواضروس في 19 التي تمت في 19 أكتوبر 2015. حضرتك لك الفضل الأول في السعي عند الجامعة لاستغلال فرصة وجود قداسة البابا تواضروس في لوس أنجلوس ودعوته لتشريف الجامعة، ونشكر نيافة الأنبا سرابيون إن هو نقل هذه الدعوة لقداسة البابا وحدثت فعلا. وبالإضافة إلى ذلك حضرتك لك الفضل في كتابة المسودة بتاعت الميموراندم أوف أندرستاندينج، وده على كل الكلام اللي أنا بقوله ده أنا شاهد عيان ما اقدرش اقول مشارك فيه، اقدر بس اقول ان انا كنت متفرج شاهد عيان اول مباشرة على هذا الكرم وهذا الاجتهاد من اجل الصالح العام سواء القبطي او المصري. فربنا يعوضك بكل خير وسعادة. مش عاوز اسأل حضرتك او اقول ان او اشاركك السعادة في ان احنا شفنا أساتذة وتلاميذ من جامعات الإسكندرية والمنوفية والفيوم وعين شمس وأمريكان يونيفرستي إن كايرو ومكتبة الإسكندرية، وده ظهور ربما لأول مرة في تاريخ المؤتمر. وإحنا نشكر رئيس الجمهورية المصرية الرئيس السيسي إن هو إدى توجيهات بتأسيس معهد الدراسات والبحوث القبطية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية اللي بيدي ماجستير ودكتوراه في الدراسات القبطية. وكان الدكتور عصام السعيد زي ما سعادتك ذكرتي حاضر وفي منتهى سمو الأخلاق والتفاعل الأكاديمي وروح الصداقة اللي موجود ووفرة عنده. كان في بحث أنا حضرته من جامعة الفيوم عن دير القديس مكاريوس السكندري في صحراء الفيوم. مظبوط. طب حضرتك حضرتي جلسات بحثية متعددة، تقدري تذكري لنا بعض هذه الجلسات أو الانطباعات عند حضرتك من جلسات معينة؟ يعني الحقيقة من كثر تعدد الأبحاث التي قدمت ومن عمق أنا بسميها العمق العلمي اللي تم تقديمه، يعني كان مهم للغاية. على سبيل المثال وليس الحظ، البحث العلمي اللي قدمه كان من أبونا ماكسيموس. أبونا ماكسيموس من دير الأنبا أنطونيوس بس البحر الأحمر. ويعني أنا يمكن برجع هنا يعني ذاكرة مهمة، إن أبونا ماكسيموس في التسعينات تقابلنا مع
على أساس إن في ذلك الوقت طبعاً إحنا عارفين إن دير يعني سانت أنتوني ودير سانت بول الاثنين زي ما حضرتك عارف في سينا للأسف كانوا في حالة من اللي إحنا بنسميه عارف حضرتك عشان عوامل البيئية، فللأسف كانوا بدأوا يفقدوا الكثير من المعالم الخاصة بيهم بالذات جوه الأديرة. فاشتركنا مع بعض، وهنا أذكر التعاون المصري الأمريكي اللي بيها تم وضع جزء من المعونة الأمريكية المخصصة لمصر بالاشتراك طبعا مع الوزارات المعنية وزارة الخارجية، وأنا كان ليا شرف إن أنا أمثل الوزارة مع وزارة السياحة ومع أبونا ماكسيموس على أساس إعادة ترميم هذه الأديرة. انطلق من هذا الفكر على أساس إن تقنن كل الأديرة المصرية والكنائس في مركز التراث الحضاري اللي في ذلك الوقت كان بيترأسه الدكتور فتحي صالح. وتعاون الدكتور فتحي صالح وده مع أبونا ماكسيموس for digitalizing the maps of all the different churches as well as all the monasteries for مصر. فشوف حضرتك ده مجهود بدأ من التسعينات وصلنا، وطبعا يعني أنا لهذا السبب أما قعدت بسمع المحاضرة اللي قدمها أبونا ماكسيموس أنا عارفة المجهود اللي تم علشان هذه الأديرة وجميع الكنائس اللي موجودة في مصر تدخل على جوجل ديجيتال بانوراميك مابينج. وأنا حضرت بقى في القاهرة وبدو الحقيقة كل من يستطيع زيارة مركز التراث الحضاري في مصر اللي هو على الويب سايت كالت نت ان هم يشوفوا على الويب سايت ازاي كل هذه الأديرة وكل هذه الكنائس مقننة وموضوعة ويتم الحفاظ عليها. فده الفن المعماري والحفاظ على التراث مهم للغاية دكتور مايكل. ومن حقيقة الشغل العظيم اللي اتعمل مع أبونا ماكسيموس طبعا كان في المحاضرة المهمة قوي اللي أنا قدمتها دكتور إليزابيث بولمان عن الدير الأحمر، تذكر حضرتك هذه المحاضرة؟ طبعا دي كانت قمة المؤتمر أو من القمم واحنا يعني عرضنا قبل كده كتابها الجديد عن كنيسة الدير الأحمر في حلقة سابقة وأشكر حضرتك أنك بتذكريها. يعني عندنا ثروة في مصر، يعني مثلا كنيسة الدير الأحمر أقدم كنيسة مبنية في العالم لا زالت جدرانها موجودة بالضبط بكل النقوش والنقوش وكل الألوان. أقدم رسومات جدارية في العالم مسيحية، ما لهذا السبب أنا بسمي هذا المؤتمر وكل الإنجازات اللي احنا بنشتغل فيها عولمة الحضارة القبطية المصرية. كان في طبعا محاضرة يعني أنا كنت سعيدة سعادة وأنا بحضرها وبسمع كل أنا بسميه جسور البناء الربطي الثقافي ما بين الغرب والشرق ممثل في محاضرة الدكتور مايكل حنين عن ألحان الكنيسة القبطية التي قام بتوزيع النوت الموسيقية فيها الدكتور أسامة فتحي. يعني أقباط مصر مع مسلمين مصر بيتعاونوا على نشر هذه الألحان، وأنا بعتبر هذا الحوار ما بين كل الأديان مجتمعة ومع الحضارة الفرعونية.
يعني أنا أحب لو ممكن أنا أشرح هذا، يعني أنا هقول الكلمة الحقيقة اللي أنا كتبتها من كتر ما أنا انفعلت بالمحاضرة وبال يعني الفيديوز اللي احنا شفناها، اللي أنا قلتها This is a dialogue through the angelic sounds of the Coptic choir throughout the churches in London, in Paris, in Stockholm. وهترجم ده بالعربي، مد الجسور الثقافية الحضارية. رنين أجراف الكنيسة الأرثوذكسية القبطية مع الأرثوذكسية اليونانية ومع الأرثوذكسية الروسية. شوف حضرتك بقى، احنا حطينا كم قارة مع بعض. أي. وأصول الحرب اللي طبعا دكتور مايكل شرحها، ان ده جاء من الحضارة الفرعونية. فتخيل حضرتك ازاي مصر وبكل ما فيها من حضارات ومن فنون معمارية وموسيقية وفنون نحت وعلمية، كل ده أوجز في هذه الربوع من الفنون الموسيقية زي بالضبط أما دكتور مايكل حنين وصف عنها. دي قمة يا دكتور مايكل. بالتأكيد قمة. اسمحي لي أقول لحضرتك إن الأستاذ أسامة فتحي مدرس، هو يدرس الموسيقى في دولة ألمانيا. أيوة مظبوط. والدكتور مايكل حنين في الورقة البحثية بتاعته، أيوة، كان بيقدم جزئين، جزء موسيقي وجزء دياسبورا ستاديز. مظبوط. أقباط المهجر بيقوموا بإيه؟ بنشاط حضاري. أيوة. وضمنا الموسيقى. قال في المؤتمر كيف أن الأستاذ أسامة فتحي وهو مسلم، أيوة، أحب الموسيقى القبطية عن مجرد دعوة الدكتور مايكل حنين له. إحنا محتاجين لواحد يكتب الموسيقى القبطية بنوتة، أيوة، موسيقية. فالأستاذ فتحي تطوع مجانا، أيوة، ليس فقط لكتابة الموسيقى، نقعد يسمع التسجيل ويكتب الموسيقى، إنما أيضا يكون عازف الكمان الأول في الكورال اللي عمله الدكتور مايكل حنين. شوف حضرتك العظمة بقى. العظمة. إذا أنا بسميه لقاء القمم. القمم الحضارية. طبعا ما فيش شك. وبالإضافة إلى ذلك، يسافر من ألمانيا إلى لندن وباريس، أي، وستوكهولم مجانا، أي، على حسابه، مش مجانا، على حسابه الشخصي. أي. ده القمم اللي احنا دائما وأبدا نقول هذه القمم هي الشموع الموجية. أضيف على هذا الحقيقة دكتور مايكل، الكلمة اللي هو ألقاها يعني يافت أبونا سرابيان، لأنه هو وضح حاجة في تعليقه على بعض الكلمات أو الأبحاث التي قدمت في المؤتمر. وهو قال، يعني أنا رايتين بالضبط، هو قال إيه؟ قال the Christians and the Copts of Egypt. The word Copt is the Christians of Egypt. This is part of our identity and heritage. Aye. However, we are not living in diaspora. We are effectively in community building wherever we are in the world. Yeah. ففعلاً لأن حضرتك ترجمت كلمة diaspora، هو طبعاً رفضها. والكلمة اللي بيقول في فرق جامد بين إن أنا مهاجر بإرادتي ومهاجر لاني عايز اكون جزء من المجتمع وبتفاعل مع المجتمع الموجود وبين ديسبرا. فالحقيقة تعليقه كان في مكانه، لان المصريين في الخارج زي ما حضرتك عارف، والمهاجرين من مصر
متفاعلين بالكامل في جميع المجتمعات اللي هم موجودين فيها. ودليل هذا المؤتمر العظيم اللي احنا عملناه سوا. بالإضافة دليل هذا العظمة اللي موجودة مثلا بتاع الدكتور مايكل حنين في انجلترا، العظمة اللي موجودة مع الدكتور أسامة في ألمانيا. يعني حضرتك لو دخلنا في جميع وكندا، يعني جزء يتفاعل مع المجتمع اللي هو بيتواجد فيه دكتور مايكل. مارا يعني حضرتك احنا بنعجب ونمدح مثل هذه الأمثلة الرول مودلز. ازاي نعمل من الرول مودلز دي مئات وآلاف من هذه الشموع المضيئة؟ يعني ده احد اهداف برنامجنا على لوجوس تي في. ان احنا بنعمله، حضرتك عملت ده والدكتور هاني عمله في تواجد الشباب والشابات في المؤتمر. ايوه وحضرتك كان في عدة اوراق بحثيه قدمت. فجامعه اكس، يعني انا بدي مثال، اكس دلوقتي اللي موجوده حاليا وفي تعاون بينها وبين جامعه كليرمونت جرادويت يونيفرستي، اكتس اللي هي المدرسة القبطية اللاهوتية بالضبط، وموجودة زي ما حضرتك عارف طبعا بناء على مذكرة التفاهم اللي تم توضيحها. فبدي لهذه انا بسميها المراكز المضيئة للدراسات القبطية كل الامكانيات اللازمة بحيث انها تدي الفرص المتاحة للجيل الجديد يفتخر بمصريته وقبطيته وحضارته. وتعليم اللغة زي ما حضرتك عارف، اللغة القبطية واللغة العربية. لاستكمال المشوار اللي احنا بنعمله مع بعض، ان هو ده التعليم. نفس القصة بالنسبة لكندا، وانا عارفة تماما ان ابونا من استراليا عنده نفس التوجه بالنسبة لأهمية استكمال المشوار مع الشباب الجديد، لأن هي دي اللي هتستمر في إضاءة الطريق. يعني تعليقا على كلام سعادتك، أجذب انتباه المشاهد العزيز إن نيافة الأنبا سوريال هيعمل مؤتمر في دولي في أستراليا. مزبوط. في الكلية القديس أثناسيوس القبطية. مزبوط. في ملبورن. في 2018 شهر. مزبوط. يوليو. ودعا علماء. مزبوط. العالم للاشتراك. وده اللي فاتوا المؤتمر السابق في كليرمونت في شهر يوليو الماضي ونادم على ذلك او ظروفه ما سمحتلوش يحضر لسبب او لاخر. قدامه لو هو ساكن في استراليا يروح ملبورن في يوليو 2018، لو هو ساكن في امريكا عندنا المؤتمر السنوي جمعية الانبا شنودة بتعمله بالاشتراك مع يوسي اللي ايه في شهر يوليو كل سنة، والسنة القادمة هيبقى المرة المؤتمر 18 السنوي. المهم في هذا دكتور مايكل ان يبقى هناك دعوة مكثفة من البرامج اللي هي بتصل الى العالم، بنقول التعليم ثم التعليم ثم التعليم. ولن نستطيع ان نقوم بهذا من غير ان يبقى في تمويل. إن كان هذا التمويل بيأتي من قلوب مؤمنة بما تفعل، فإن شاء الله المسيرة هتكتمل. ولهذا السبب أنا بشعر بالفخر إن في Board of Trustees of Claremont Graduate University لأول مرة في تاريخ هذه الجامعة أن يكون فيها مصرية قبطية أمريكية ممثلة في لايلا بنس. والقمة في هذا إن درجة التعليم اللي هي فيه وصلتها إلى هذه التواجد على الساحة الأمريكية.
لما بتلقي حضرتك أمثلة بتشعر طبعا إن بدون الأداء اللي توصلنا إلى النهوض بكل المؤسسات التعليمية اللي احنا بنحاول نوجدها هنا في كاليفورنيا أو في أستراليا أو في كندا أينما يكون المصريين، المفروض إن احنا بقى نشعر بالأهمية ونقدم ما يمكن هذه المؤسسات التعليمية من تقديم رسالتها. فهنا الحقيقة يعني أنا بفتخر كل أما بعمل أي جلسة مع بيشب كيرولوس، لأن حضرتك أما تفكر الشغل اللي هو عامله في أكس عظمة. أيوه. فكلنا بنكمل بعض. أيوه. كلنا بنكمل بعض. طبعا العمل الجماعي له ثمار أضعاف أضعاف الجمع العمل الفردي. وأنا أشكر حضرتك أنك ذكرتي السيدة الفاضلة ليلى بنس اللي هي دلوقتي عضو مجلس الأمناء لجامعة كليرمونت البورد أوف تراستيز، ونفخر بقبطيتها ومصريتها ومصريتها وإيمانها بأن التعليم هو الأداة لإقامة أو الوصول إلى المعجزة اللي هي ربط الحضارات وربط يعني زي ما احنا بنقول الأجيال الميلينيان كلهم يبقوا مع بعض بالضبط. وأتمنى الحقيقة أتمنى لو نقدر نعمل مؤتمر للجيل الجديد دكتور مايكل. أيوة. ويأتوا لنا من أستراليا من كندا من أوروبا، يعني الكل يأتي علشان يبقى في التواصل بين الأجيال. أيوه. إن شاء الله. يعني لو أذكر أيضا أن لو واحد ساكن في أوروبا، أنا بقول يعني أقول في كل قارة المؤتمرات اللي فيها علشان لو واحد ظروفه ما تسمحش انه يعبر الاطلنطي عشان يجي امريكا. أيوة. طبعا. عشان مؤتمر في معاد معين، انما أيوة. في مؤتمر في لندن كل سنتين بيعملوا نيافة الانبا انجيلوس في لندن للدراسات القبطية طبعا. وتحت اشراف الاستاذة الدكتورة ميري عياد من أيوة. جامعة الامريكية في القاهرة. ايوه طبعا انا عارفه الدكتوره مياء. طبعا واستراليا وبعدين. أيوة. زي ما قلنا نيافه الانبا السوريال المؤتمر بتاعه، وفي افريقيا بقى في مصر كل سنتين الدكتور فوزي استفانوس. ايوه. وجمعيه سانت مارك فاونديشن فور ذا ستادي اوف كوبتيك هيستوري بتعمل مؤتمر كل سنتين في منطقة معينة من مصر لدراسة التاريخ المسيحي والرهباني في تلك المنطقة، وكان آخر مؤتمر في دير مريمينة، واللي قبله كان في دير المحرة في وكان لدراسة منطقة أسيوط والمنيا، وقداسة البابا تواضروس بيشجع هذه المؤتمرات بحضوره شخصيا، وكانت أول مرة يخرج فيها من القاهرة بعد رسامته بطريرك انه راح حضر المؤتمر بتاع جمعية القديس ماري مرقس لدراسة التاريخ القبطي في الدير المحرق، وايضا حضر دير ماري مينا، وهناك مؤتمر في فبراير القادم اعتقد هيكون في القاهرة. ففي مؤتمر في كل قارة على الاقل سنة كل سنة او كل سنتين، بالاضافة الى المؤتمر العالمي او الكونجرس الدولي المرة الجاية 12 هيكون في بلجيكا سنة 2020. فنشكر ربنا ونشكر المساهمين في نجاح هذه المؤتمرات مثل مجهود حضرتك الذي نتذكره بكل امتنان في تنظيم المؤتمر الأخير في كليرمونت وما قبله من أنشطة للدراسات القبطية. هي الإيمان يعني برسالة العلم والتعليم، وده الحقيقة واحنا بنتكلم عنها دائما وابدا حقه بالفضل الدكتور ثروت بسيلي، وازاي واهتمامه عن حضرتك بكل اللي بنعمله.
اهتمامه بلقاء أي مبعوثين بيأتوا على حضرتك من كاليفورنيا، وأأمن إن شاء الله إنه يشرفنا بالزيارة، أو إن إحنا مع رئيس جامعة كليرمونت إن إحنا نروح ونزوره. يعني لأن هقول لحضرتك كلمة برضو أنا سمعتها في المؤتمر: The importance of education as national pride. شوف حضرتك يعني دي some quotations that some of the scholars mentioned. لأن ده فخرنا يا دكتور مايك. ده شعورنا بالانتماء إلى جانب طبعا إن حضارتنا تصل إلى الجميع. لأن هذه هي حضارة مصر، وده وجه مصر المشرق زي أما السفيرة لمياء خيمر قالت الحقيقة في الكلمة بتاعتها. أنا زي يعني برضو حضرتك هتلاحظ إن روبرت شول أول عمل قام بعد أما تولى منصب رئيس جامعة كليرمونت كان دعوة قداسة البابا توادروس على أساس يزور كليرمونت. فده طبعا كل هذه الأمور تدينا أمل في أن هذه الرسالة اللي احنا بنقوم بيها مع بعض في وحدة دائما في حب مصر وإعلاء شأن مصر في الخارج والداخل. ربنا يكرمك دكتور مايكل حقيقة، وأنا بشعر بالفخر إن أنا أقدر يعني زي ما بنقول step with you just to reach the larger bigger image of what we are trying to do، اللي هو إعلاء كلمة التعليم وكلمة الحضارة في العالم، لأن إحنا خلاص بنعمل عولمة للحضارة المصرية القبطية في أنحاء العالم. دائما الحديث مع سعادتك في إلهام، وأنا يعني أتبنى الكلمة التعبير الجميل اللي حضرتك قلتيه وهو عولمة الحضارة القبطية المصرية. ده تعبير أقدر استعمله أنا كشعار وأسير به و أضم صوتي إلى حضرتك في التعبير عن الامتنان للدكتور ثروت باسيلي، خصوصا وكرمه مع جامعة كليرمونت والدراسات القبطية، كما أيضا كرمه في استقبال وفد جامعة كليرمونت اللي سعادتك نظمتيه في يناير 2008 لزيارة قداسة البابا شنودة الثالث، واستضافته للوافد في كنيسة العذراء مريم في أرض الجولف في ليلة عيد الميلاد. وكان معانا اللي هو صاحب فكرة السياحة القبطية الحضارية اللي هو دايما بذكره بالخير الدكتور سمير متري. الاستاذ سمير طبعا المهندس سمير متري جيد بالضبط. وكان ضفنا في هذا البرنامج الحضارة القبطية على الأقل مرتين قبل كده ليتحدث عن مشروعه لنهضة السياحة الدينية في مصر في مسار العائلة المقدسة في مصر من سيناء إلى أديرة وادي النطرون إلى القاهرة إلى دير المحرق. وتم تقليمها دي كلها زي ما حضرتك عارف دلوقتي بقى ديجيتالايز. ما ده اللي اشكر حضرتك ذكر ذلك، لان انا حضرت نفس الورقه البحثيه اللي قالها اوتسابونا ماكسيموس الانطوني عن الديجيتاليزيشن اوف كوبتيك سايتس انشنت اند مودرن واستخدام جوجل تكنولوجي. طبعا وحاجه جميله الواحد كليك ويقرأ تاريخ كنيسة معينة أو دير معين ويشوف موقعه ويقول لك الدايركشنز بالعربية توصل إزاي، ويعني السائح مجرد يفتح الخريطة دي ويروح الدير عنده الدايركشنز ويقرأ تاريخ الدير وهو في السكة. بالضبط. حاجة جميلة جدا جدا وده العلم وده العولمة.
دي العولمة، عولمة الحضارة القبطية. طبعا طبعا احنا مديونين لحضرتك، واشكرك جدا 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 جدا، ولو في كلمة ختامية اكون ممنون. استكمال المشوار. ايوه استكمال المشوار حتى نضيء بكل هذه المعلومات وكل هذا العلم مصر في الخارج والداخل. ايوه لان ده اعزازنا بحضارتنا. ايوه مع نبني مصر، مع نبني مصر، مع هذه الشموع المضيئة. أي. التي سوف تكمل. أي. مسيرة العمل اللي احنا بنقوم فيه، وربنا يعني يجمعنا دائما وأبدا على الخير. أمين أمين. أكرر شكر سعادتك. العفو. وربنا يعوضك بكل خير. العفو دكتور مايكل، وأنا دائما سعيدة وفخورة بهذه الإنجازات. نرجو نحظى دائما بتشريفك في برنامجنا الحضارة القبطية. ده شرف بالنسبة لنا، وتصبحوا على خير ونشوفكم على كل خير وسلام. ولروحك أيضا ربنا يخليك. تايش. مع ألف شكر. شكرا. مع ألف شكر، وكل الأصدقاء كلهم في ربوع العالم. مصر آمنة ما دام أنتم آمنين. شكرا سعادة السفيرة. مع الشكر دكتور مايكل. شكرا. كنا مع سعادة السفيرة سلامة شاكر، سفيرة مصر سابقا في كندا، ونائب وزير الخارجية المصري سابقا لشؤون الأمريكتين، وأيضا الآن منذ 10 سنوات إلى الآن بين جامعة ييل وجامعة كليرمونت تدرس دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية. وكما لاحظتم بدون شك أنا يعني ممنون ومتشرف ومستفيد من الروح السامية والعمل الدؤوب لنهضة الحضارة القبطية والدراسات القبطية. فشكرا لسعادة السفيرة. دكتور إلهامي، ما هو انطباعك الآن؟ الحقيقة she is overwhelming. 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 يعني فوق تصوري. وطبعا ده بيديني دفعة للأمام. بأنها مش بس مساهمة. She is in the front. بتاعت كل الأنشطة اللي احنا بنعملها هنا. وده يدينا شرف وفرح. في نفس الوقت انا طبعا قابلتها مرات كتيرة، وفي كل مرة اعجب مش بس بطريقة كلامها، بل بالمدلول بتاع الكلام بتاعها، وبالكلاريتي الوضوح في نظرتها للماضي وللمستقبل. ايوه انا يعني زي ما تقول حضرتك I'm speechless، يعني افقد التعبير عن، لان من كرمها سمو اخلاقها علمها، دكتوراه في العلوم السياسية، استاذة في الجامعة، وصلت لاعلى منصب في وزارة الخارجية درجة نائب وزير، سمو اخلاقها وزوجها الدكتور غالب عبد الرحمن المهندس المعماري، سمو اخلاقه، يعني انا محظوظ انها في تعاونها معنا في الدراسات القبطية في جامعة كليرمونت. احنا اتكلمنا عن الجيل الثاني، وانا عندي نموذج جميل جدا نعرضه، الفيديو رقم 13، بسبب الشخصية اللي هنشوفها في الفيديو من الجيل الثاني. الجيل الثاني اللي هو ما كانش قبطي اصلا، انضمت الى الكنيسة القبطية، درست في جامعات امريكية، هي أمريكية أمريكية يعني من سلالة أمريكية سابقة، بمعنى أن مش هي أو أهلها مهاجرين، يعني من أجيال بعيدة، وبتدرس درجة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي، وهي أقدم قطاع في جامعة كاليفورنيا UC بيركلي،
جات المؤتمر ألقت بحث دلوقتي بتشتغل عن الأقباط المهجر، وعملت أبحاث سابقة عن الأقباط في مصر، ودرست اللغة العربية، تتحدث بعض العربية. فأنا عملت معها انترفيو في المؤتمر، وأنا بقابلها من حوالي سنتين ثلاثة في المؤتمرات العامة زي الأمريكان أكاديمي أوف ريليجن، أو في مؤتمرات الدراسات القبطية في UCLA اللي بتعمله جمعية الأنبا شنودة سنويا. نشاهد فيديو رقم 13. At the International Congress I met a friend, Candice Lukasik, who is doing a PhD at University of California, Berkeley. Welcome, Candice. Thank you so much. Welcome to Logos TV, Coptic Civilization Program. And what made you choose Coptic Studies? Actually, Coptic Studies chose me a little bit. I went to Egypt in 2007 for an Arabic program and started attending church in Masakan Sheraton, and became just fell in love with the liturgy and hymns, Ilhan. And essentially after that I kept going back to Egypt, and then it became an academic focus from 2012 to the present day. So that's really why I got involved in Coptic Studies, is because of Egypt. That's wonderful. I remember with delight listening to your paper at the American Academy of Religion conference 2 years ago. And you, since then, you prepared yourself for a dissertation. Mm-hmm. On the Coptic diaspora. Yes. What's your plan? So I was going to work in Egypt on the relationship between the church and youth after 2011, but I decided to switch to the diaspora. And my plan is to focus in New York, New Jersey, DC, and LA, to think about the relationship between the second generation and the difficulties between helping the second generation and also new immigrants to the United States, particularly after 2011, how the church can serve both of those communities at the same time, and what strategies the church is using to help both of those communities. And obviously there's tensions between culture and language, and I'm basically looking to see how the church strategizes solving those differences. It has become a good discipline in academia to study diaspora in general. Mm-hmm. So I'm glad that scholars like yourself are doing work on Coptic diaspora in particular. And now that we are in the 11th International Congress of Coptic Studies, what brings you here, or what benefit for you? You are also presenting a paper. So what benefits you are expecting from this conference? Definitely the people that I will meet, whether it's bishops or priests or lay leaders, academics. So it's really about forging academic connections, but also seeing the state of the field of Coptic studies, because that's where an aspect of my research is in. While I'm an anthropologist, I'm also involved in Coptic studies and Middle Eastern studies more broadly, and involving Christians in Middle Eastern studies, which is a huge deficit, unfortunately. But one of the goals that I have being here is to hear comments about my research, to meet people, to hear their opinions on where I should go for my research starting next year, and then also to hear about my old research in Egypt, which I did between 2012 and last year, which I will present a paper on at the end of this week. It's very courageous that you went to Egypt during the several, 5-6 years ago, 5-10 times? Yes. And while Egypt is going through this turmoil, how did you handle safety? How to handle safety? I think by the grace of God, to be quite honest with you, because I was there from 2012 for 9 months, and then summer of 2013, which obviously was a big summer, and 2014 and 2015. Handled safety by being smart and having a good community around you to support you, and having good priests and bishops know that you're doing the research that you're doing, and not to join any protests. That's the advice. Yes. Wow, you are a role model, and I'm grateful
you accepted my invitation to appear now. Thank you, Dr. Saad. Thank you. Okay. See you again. God willing. Okay. God willing. Thank you. Thank you. نشكر الله نشكر الله. احنا قدمنا ثلاثة فيديوهات. كانديس لوكاسيك رول موديل الحقيقة، بتعمل دكتوراه، بتجهز الرسالة بتاعتها في الكوبتيك دياسبورا. ونشكر الله كان في كذا بيبر في المؤتمر عن الكوبتيك دياسبورا. مريم يوسف من جامعة كليرموت تكلمت عن مجال الإديوكيشن في الكوبتيك دياسبورا وغيرها. عبد الله بالاشتراك مع احد الخريجين من جامعة كليرمونت عملنا بيبر عن ايفا حبيب المصري وتأسيس اول كنيسة في نيوجيرسي وهكذا. يهمني ان انا قبل ما نختم في الكتاب اشكر الدكتور الهامي خليل على كتابة هذا الكتاب اللي هو The Making of a Diocese. هذا الكتاب يطلب من الكنائس القبطية في لوس أنجلوس. الكتاب محتاج يعني بقاله كذا سنة، كتابة 3 سنين، كتابة تاريخ الأبروشية في لوس أنجلوس. وهذا جدير بأن كل أبروشية في الكرازة المرقسية تكتب تاريخها في كتاب بطريقة شحكتين، يكون في عنصر الأكاديمي البحثي الدقيق وأيضا العنصر الشعبي اللي يوصل رسالة روحية للقارئ. من هذا المجال لقينا زي ما قلنا قبل كده المؤتمر كل سنتين اللي بتعقده جمعية القديس ماري مرقس لكتابة التاريخ القبطي، دراسة التاريخ القبطي. ده المؤتمر اللي اتعمل في دير المحرق، اللي كان أول مرة قداسة البابا تودروس بعد رسامته بطريرك يخرج من القاهرة ليحضر هذا المؤتمر. الجامعة الأمريكية في القاهرة نشرت هذا الكتاب من أبحاث من هذا اللي كان مؤتمر، ويوجد على amazon.com أو يطلب من جمعية القديس شنودة رئيس المتوحدين في لوس أنجلوس. الكتاب ده عامله الأستاذ الدكتور سامي بولس من أوائل المهاجرين في أمريكا عن تاريخ الأقباط في أمريكا من سنة 1955 ل 1970، ويشكر الدكتور إلهامي خليل في المشاركة في كتابة هذا الكتاب وكتابة البوك بلير بجواه، حاجة جميلة جدا. أيضا إبرشية باني سويف عمل التاريخ الإبرشية في كتاب، يعني طبعا الناس اللي بتستمع إلينا من جوه مصر يقدروا ياخدوا يلاقوا الكتاب ده بسهولة، من كنيسة باني سويف، تاريخ إبرشية محافظة باني سويف. وزي ما قلنا كل إبرشية وكل كنيسة محلية تعمل كتاب عن تاريخها لتسجيل، والكتاب يتوسع ويتبحر مع الوقت. طبعا الكتاب اللي منه ألهمنا في عنوان هذا البرنامج ومؤتمر الدراسات القبطية Coptic Civilization اللي الأستاذ الدكتور جودة جبرة عمله في أثناء عمله والمستمر في جامعة كليرمونت كأستاذ للدراسات القبطية، Coptic Civilization. ده الصورة اللي أنا حطتها على البروفايل بتاعي على فيسبوك، ياريت ان كثيرين ينشروا هذا على البروفايل بتاعهم على فيسبوك او باي طريقة ينشروه. اسعدني جدا ان واحد قابلني في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في اورانج كاونتي من عدة اسابيع وقال لي انا اولادي بيتفرجوا على البرنامج بتاعك وشافوا انك بتدعو الناس يهادوا بعض بكتب من هذا النوع، واسعدني في عيد ميلادي ان اولادي اهدوني هذا الكتاب Coptic Civilization. فكان يعني ريورد، يعني جايزة لي هذا الكلام الجميل. دكتور إلهامي، عشان نختم البرنامج النهاردة عندنا دقيقتين، أسأل حضرتك عن ما هي رؤيتك المستقبلية وتطلعاتك للمستقبل وأمالك ورجائك في المسيح من جهة الدراسات القبطية. الحقيقة أنا أكتر من انبسطت من هذا المؤتمر أو هذا الكونغرس، وشايف أن لينا تطلعات إن شاء الله هتكون منتجة ومفيدة، مش بس لينا للحضارة القبطية
وللأقباط وللمصريين في جميع أنحاء العالم. وأكرر كلمة الدكتور عزيز سوريا العطية من 53 سنة اللي قالها لنا: انشروا عن الكنيسة والقبطيات تسجيلا للتاريخ ليعرف العالم عنا. والحضارة القبطية أرجو أن تتكامل، وعشان أنا بهتم بالتاريخ أرجو أن كل إبراشية ولا سيما الإبراشيات الجديدة في نورث أمريكا، كل كنيسة في نورث أمريكا تكتب عن بدايتها حتى الآن عشان الأجيال القادمة تعرف تاريخها. كمان أرجو أن يكتبوا عن العلماء المجهولين أو الأشخاص المجهولين اللي هم مش من الكليروس لكن كان ليهم دور عظيم في نشر الحضارة القبطية ولا سيما في أمريكا الشمالية. شكرا جزيلا. لا يوجد كلام نختم به برنامج حلقة اليوم أجمل من الكلام اللي قاله لنا الأستاذ الدكتور إلهامي خليل. أكرر شكر لحضرتك. شكرا. على تشريفك البرنامج اليوم، وأشكر أيضا مرة ثانية سعادة السفيرة سلامة شاكر على ظهورها معنا بالتليفون اليوم. أعزائنا المشاهدين، كما تعلمون يعاد برنامجنا عدة مرات على شاشة لوجوس تي في، التي نرجو أنكم تساهموا بطلب نمرة التليفون اللي على الشاشة أو تروح الويب سايت بتاع logoschannel.com وتعمل تبرع بفيزا كارد أو تعمل اشتراك شهري بشيك من حسابك في البنك. فلتكونوا في سلام. وهدف برنامجنا انه تصل الحضارة القبطية وتربط جميع انحاء العالم، سواء عن طريق الدراسة او عن طريق ان انا احضر الكنيسة كل يوم حد، عن طريق ان انا ارتل واحفظ الالحان القبطية واعلمها لاولادي، عن طريق ان انا اقرا كتب التاريخ واهاديها للاخرين، تاريخ كتب الفن، كتب الموسيقى، كتب العماره، كتب الرهبنه، وهكذا. نراكم في الثلاثاء الاول من كل شهر. سلام واحترام، بركه ونعمه في المسيح يسوع ربنا. انا سعد ميخائيل سعد.